جزيرة سريعا جدا نطير لزميلنا كريم أحمد موجود داخل النادي الأهلي، طمننا على تحضيرات واستعدادات النادي الأهلي للقاء القمة. يظل لقاء قمة حتى لو كان الزمالك في منتصف جدول الترتيب، وحتى إن كان بعيدا إلى حد كبير جدا عن المنافسة، لكنه جماهير الكرة في مصر بتنتظر بكل ألوانها وانتماءاتها بالتأكيد تنتظر لقاء الأهلي والزمالك، هو اللقاء الأكثر جماهيرية واللقاء الأكثر شعبية. كريم معانا، مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. كل سنه وانت طيب، والناس مستنيينك عشان تنقل لهم اخبار النادي الاهلي. طبعا انت عارف الايام اللي بتسبق مباراه او مباريات القمه بيبقى ليها اهتمام كبير جدا، والناس بتبقى عايزه تعرف كل التفاصيل المتعلقه بتحضيرات الفريق لمباراه القمه ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي. ابدا معاك بملف اللاعبين، سواء اللي ما شاركوش بداعي قرار مستر مارسيل كولر براحتهم في مباراة الداخلية بالأمس، أو اللاعبين اللي على قوائم الإصابة في النادي الأهلي. ويمكن كنت بتكلم من شوية عن بيرسي تاو وعن وسام، وإنه وسام هو الأقرب من القائمة دي، فخليني أعرف منك ونعرف السادة المشاهدين كل التفاصيل. بالتأكيد طبعا، يعني في البداية بنبارك للنادي الأهلي مباراة الأمس، الحقيقة كانت مباراة مهمة وثلاث نقاط مهمين جدا في ظل الضغط الكبير في بطولة الدوري العام. زي ما قلنا كل 72 ساعة مباراة بتفرق في التحضير بشكل كبير، الريكفري بيكون مهم جدا، ان انت تدخل معنويات ورغبة كبيرة جدا ده امر بيكون مهم، عشان كده المتطلبات بتكون مهمة للجهاز الفني وكل اللاعبين. لكن بالتأكيد كانت مباراة جيدة، وهي دي قيمة النادي الأهلي الحقيقة، مهما كانت تعثر المباراة مباراة 1-1 لسه معاك وقت تقدر ان انت تحرز هدف واثنين، توفيق ربنا كان معانا الحمد لله في مباراة الأمس. لكن لو بكلمك زميلي أحمد ومطمن بقى كل جمهورنا على حالة المصابين، وهبدأ معاك الحقيقة من وسام ابو علي بيعلن جاهزيته بشكل تام لمباراه نادي الزمالك، شفناه الحقيقه في التدريب يعني زي ما بنقول كده بقى بالستارز، وبنشايفينه بشكل كامل بيتمرن في التدريب فريق النادي الاهلي، فيمكن دي اشاره مهمه جدا. عندنا لسه كمان يعني بكره وبعد بكره ان شاء الله باذن الله يكون في قمه تركيزه وفي قمه ايضا كمان مستواه الفني، اضافه قويه جدا الحقيقه وسام ابو علي. بيرسي تاو يعني حتى هذه اللحظه الامور بالنسبه له لسه، كنت عارف زي ما قلنا العضله الخلفيه بيكون فيها تاني بشكل كبير جدا، الجهاز الطبي بيحاول ان هو يكون دقيق جدا في التاني في الدفع باللاعب سواء في التدريبات، وايضا كمان مستر كولر بيكون عنده تحفظ بشكل كبير جدا في الدفع في المباريات، فيمكن دي الامر الخاص بالنسبه لبيرسي تاو. مروان منعم الشناوي جاهزين بكل قوه الحمد لله، متواجدين في التدريب ويكونوا متواجدين ان شاء الله باذن الله على مدار الايام القادمه بالنسبه للتدريبات، ومنها ان شاء الله لمباراه الزمالك في الجوله 27 بمشيئه الله ان شاء الله. زي ما قلت لك زميلي احمد، يعني في امر مهم هنتكلم فيه، مستر كولر كلم لعيبه النادي الاهلي قبل انطلاق هذه التدريب، لابد يكون في فصل تام ولابد ان احنا نركز بشكل كبير جدا في المباراه، وده امر مهم جدا، اي امور خارج المستطيل الاخضر، اي امور خارج المباراه لا تعنينا في شيء، اللي يعنينا هو التحضير، التركيز، التدريب بكل قوه، الرغبه ان شاء الله باذن الله في تحقيق نتيجه ايجابيه كالعاده طبعا في المباريات القويه جدا بحجم وقيمه مباراه الاهلي والزمالك. دي نقطه مهمه جدا، الجو حرارة الجو يمكن شديدة شوية، التدريب كان المفروض يكون 6 تأخر شوية عن ميعاده الطبيعي، لكن الحمد لله لعيبة النادي الأهلي في كمل جاهزيتها. ريكفري النهارده بالنسبة للعيبة اللي خاضت المباراة الأمس كان مهم جدا، لكن بشكل عام الأمور الحمد لله مطمئنة وطيبة جدا لكل لاعبي للنادي الأهلي الحمد لله. بنتمنى إن شاء الله بإذن الله لاعبتنا تكون في تدريبها النهارده تحافظ على نفسها، الحاول كله يستفيد النهارده من التدريب، في مجموعة ما شاركتش في المباراة النهارده مستر كولر هيعمل لهم تقسيمة في نهاية التدريب، وده أمر بيكون مهم لأن انت كمان تحاول ان كل اللعيبه تكون منسجمه مع بعضها في تدريبات، وتحديدا كمان بيكون في تقسيمه في الجو الصعب ده شويه بتبقى الحافز موجود مع لعيبه النادي الاهلي، لكن الحمد لله الامور طيبه ومطمئنه جدا حتى هذه اللحظه زميلي احمد. كده يعني يقول تقريبا انه الاهلي باستثناء بيرسي تاو، انا عارف انه بيرسي تاو لسه موقفه مش واضح وهيخضع يعني لكشف طبي يتحدد على اساسه هيخش في سكواد الاهلي قدام الزمالك ولا لا، لكن ما عدا ذلك كل سكواد الاهلي كامل العدد يا كريم. بالتاكيد اه، يمكن دي نقطه مهمه جدا زي ما بقول لك الحقيقه، يمكن كانت وسام البدايه اللي احنا حابين نتكلم فيها، لكن بيرسي تاو هو الامر بالنسبه له، اه بيتعمل له فحص طبي النهارده ولسه بكره، لكن زي ما بقول لك ان انت ما بتشاركش في التدريب الجماعي بتديك انطباع بتديك ايحاء ان انت مش هتكون متواجد في المباراه بقيمه ومباراه فيها قوه كبيره جدا زي مباراه نادي الزمالك، سواء مباراه هتتلعب او مش هتتلعب النادي الاهلي بيحضر ليها دي المباراه بكل قوه، لعبتنا في قمه تركيزها بالنسبه لمباراه نادي الزمالك. لكن الحمد لله طمنا على كل سكواد من طبيب النادي الاهلي الدكتور احمد جبال الحمد لله الكل في جهاز تم لمباراة الزمالك بمشيئة الله. طيب عايز اعرف برنامج الاهلي اليومين اللي جايين، هل بكره فعلا هيكون في راحه للاعبين من التمرين ويستعيد الاهلي مره ثانيه
تحضيراته يوم الاثنين، ولا هيستمر الاهلي على مدار الثلاث ايام دول في التحضير لمباراه الزمالك؟ يعني زي ما بنقول يمكن قبل المباراه الداخليه كان لعيبه النادي الاهلي ما خدتش راحه تماما، النهارده كان ريكفري بالنسبه للاعبين وزي ما قلنا تدريب لباقي اللاعبين، لكن الحقيقه كان كابتن خالد بيبو كان في حديث سريع معاه تدريب بكره الامور هتبقى ماشيه ازاي، قال الحقيقه يمكن بكره يكون راحه لفريق النادي الاهلي، علينا نستأنف التدريبات ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين ومنها يوم الثلاثاء ان شاء الله المباراه. الراجل بيحاول ان هو بعد كل مباراه سواء يدي ريكفري يوم وبعد كده بيدي تدريب لو في متسع من الوقت، ما بيكون في 72 ساعه او 48 ساعه فقط لغير، بيحاول ان الراجل يدرب كل اللاعبين على مدار التوقيت او على مدار الايام بشكل عام، لكن بشكل خاص جدا النادي الاهلي غدا راحه وبعد غد ان شاء الله يستأنف تدريبات النادي الاهلي في تمام الساعه. بعيدا عن ماتش الزمالك يا كريم، انا عارف طبعا انه معلول بره حسابات النادي الاهلي للموسم ده، لكن خلينا نعرف لو في اخبار نطمن ونطمن جماهير النادي الاهلي على علي معلول وعن حالته وعن اصابته او عن تطور مراحل العلاج بالنسبه لعلي، لانه علي انت عارف عند الأهلوية يعني غالي جدا. بالتاكيد طبعا يعني علي معلول قيمه كبيره جدا جدا، يعني جمهور النادي الاهلي الحقيقه بيعشق حاجه اسمها علي معلول بقيمته الكبيره جدا وباحترامه وبعشقه للنادي الاهلي وبروحه الكبيره جدا. الحقيقه يمكن علي معلول موضوع له برنامج تاهيلي دقيق جدا بيقوم بيه الحقيقه بكل جديه، علي عايز يرجع في وقت قريب، لكن انت عارف وتر اكيلس ليه حسابات طبيه وليه حسابات بالنسبه للتاهيل، وبيكون امر مهم جدا ان انت تستعيد قواك بشكل كبير جدا. يعني ما بنتكلم مع الجهاز الطبي على طول بيطمننا ان علي ماشي بشكل طيب جدا، ماشي بشكل منتظم في التاهيل، الراجل معمول له برنامج زي ما بنقول دقيق بينفذه، سواء برنامج تدريبات في البيت سواء ما بيجي هنا كمان تدريبات في النادي الاهلي. الحقيقه علي معلول ان شاء الله باذن الله بنتمنى له يعود مع النادي الاهلي، لكن زي ما بقول هي فتره صعبه شويه على علي، لكن بقيمته وبتركيزه وبخبرته الكبيره يتخطى ان شاء الله باذن الله هذه الاصابه الصعبه شويه في توقيت صعب بالنسبه لعلي. جمهور النادي الاهلي الحقيقه عارف قيمه قد ايه علي معلول، عارف ان هو يكون متواجد خلال المرحله مع النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله علي يستعد يعني يسترد قوته بشكل كبير جدا خلال الفتره القادمه. طيب خليني اسالك سؤال اخير بس يا كريم قبل ما نختم تغطيه التمرينه بتاعت النادي الاهلي، بشوف الولاد اللي هم تحت السن الافارقه، اعتقد في واحد منهم بيلعب في مركز الباك الشمال من غانا، بنشوفهم حتى في اوقات كثيره جدا في التدريبه، ممكن تقول لنا كده او تدي فكره للساده المشاهدين عن امكانياتهم، عن ادائهم مع مستر كولر، عن كلام مستر كولر معاهم، بيراهن عليهم في الفتره اللي جايه مع الاهلي، ولا ممكن يكونوا لسه محتاجين يعني يحطوا رجلهم في الملعب اكتر، يطلعوا اعاره، الخامه بتاعتهم، الكواليتي بتاعهم، انت بتشوفهم وبتتابعهم في التمرين يمكن بشكل يومي، فيمكن تكون اكتر حد ممكن تكلم الاهلاويه عنهم. يعني طبعا بالتاكيد انت عارف يعني قيمه النادي الاهلي كبيره جدا، والحقيقه مستر كولر بيحاول ان هو يعني اي لعيب بيلفت نظره في القطاع، اي لعيب بيجتهد في القطاع بيحاول ان هو يدخله في وسط المجموعه، بيحاول ان هو يعيشه في الاجواء الخاصه به تدريب النادي الاهلي. الحقيقه هي خامه مبشره جدا، اللعيبه اطوالها ممتازه، عندها سرعات كويسه جدا، لكن يعني زي ما بنقول لسه يعني النادي الاهلي زي ما بتقول انت عارف المحترف لما بيكون متواجد او اللاعب الافريقي لما بيكون متواجد ليه مواصفات محدده ومعينه، لكن يعني الفتره دي ممكن يكون مستر كولر بيحاول ان هو يشوفهم في بعض الاماكن، في بعض التكتيك، بيحاول ان هو كمان يعني يديهم بعض الامور الفنيه، لان بيجي له تقرير من قطاع الناشئين عن مستوى اللاعبين، بمجرد التقرير بيجي له بيحاول ان هو يشوفهم مع النجوم ومع لعيبه النادي الاهلي، ممكن تظهر بشكل طيب جدا مع القطاع وفي مباريات مهمه، لكن مع تدريب النادي الاهلي وفي وسط المجموعه والسكواد الرائع والمميز والخبرات الكبيره جدا ممكن ما تقدرش تحكم عليهم بشكل كبير جدا في التدريبات، لازم تشوفهم في المباريات، وهم يمكن بعيد شويه عن المباريات حتى المباريات الوديه ما بيشاركوش فيها يعني بشكل كبير جدا، لكن هي خامه مبشره وخامه طيبه، لكن محتاجين زميلي احمد استمراريه، محتاجين ان هم يشاركوا، محتاجين ان هم ايضا كمان يكون عندهم الدافع الكبير جدا ان هم يثبتوا نفسهم لمستر الكوره، وده يمكن ايضا كمان هيبان مع التدريبات ومع المباريات الخاصه بقطاع الناشئين، ومش بعيد الحقيقه ممكن يكون واحد منهم متواجد خلال الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي. محدش بيعرف ابدا الفرصه بتيجي منين وامتى. بشكرك شكرا جزيلا، دايما عندك كل التفاصيل وكل الاخبار، بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد. دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده وتحضيراته. الاهلي زي ما قلنا لكم متابعنا مع كريم، النهارده تمرينه، بكره راحه، ثم تمرين رئيسي واخير ان شاء الله يوم الاثنين استعدادا لمواجهه يوم الثلاث. الاهلي حاضر، الاهلي جاهز للمباراه، لقاء القمه المنتظر ان شاء الله. فاصل ونرجع لحضراتكم.